مش هتقدر تنجح في أي حاجة من غير تخطيط وإنك تحط أهداف عايز توصل لها. لازم تبدأ السنة الجديدة بتقييم إنجازاتك في 2019 وتبتدي تخطط لسنة 2020. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل، وياريت ما تستخسرش فينا اللايك لو سمحت. عشان تنجح في تنفيذ خططك وتحقيق أهدافك وأحلامك لازم تستعين بأدوات تساعدك. لو عايز تعرف ايه هي أفضل أداة لسنة 2020 وازاي تستخدمها تابعنا بعد الفاصل. معاكم محمد صبري من Way to E-Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. افضل اداة عشان تنفذ خططك وتحقق اهدافك واحلامك لسنة 2020 هي مجموعة مفكرة. تعالوا نتعرف مع بعض على المجموعة، محتوياتها، ازاي تستخدمها. ده البوكس بتاع مجموعة مفكرة جيفت بوكس 2020. هنفتح البوكس وتعالوا نشوف جواه ايه. اهم حاجة هنبدأ نستعرضها دلوقتي طبعا الديلي اجندة. جيب ده على جنب كده. عندنا الديلي اجندة. الديلي اجندة اول ما بنفتحها طبعا احنا عندنا الصفحة الاولى دي بتكتب فيها اسمك، تاريخ ميلادك، موبايلك لو حابب تكتب. اول صفحة في الجزء ده، الجزء ده الصفحة الاولانية بتكون عبارة عن اعياد الميلاد في كل شهر، ندي لك 3 تكتب اعياد ميلادهم في كل شهر. عندنا بعد كده الصفحة التانية لمحبين الافلام ولمتابعة الافلام، انت بتحدد فيلم اللي انت بتحب تشوفه كل شهر وبتدي ريفيو، وفي اخر السنة بتبتدي تحدد مين احسن فيلم خلال السنة شفته. يجي بعد كده عندنا صفحة الباسورد، كلمات السر بتاعتك بتاعة السوشيال ميديا في الجزء الاولاني. بعد كده الجزء ده عندك الخاصة بالايميل، وفي الاخر دي الكي اجندة او الاقسام بتاعة الاجندة. دي بقى احلى لحظات مرت بيك في 2020. ايه احسن اجازة، البيست فاكيشن، ايه كان احسن شهر، كان احسن يوم، بيسيب لك هنا كاتيجوري انت اللي تحدده، ايه احسن اوتنج حضرته، مين البيست فريند، ايه احسن هدية جات لك، ايه احسن لحظة مريت بيها في السنة. الحمد لله صفحة مسميها الحمد لله او thanks for God، بتكتب فيها كل الاتشيفمنت اللي انت عملتها خلال السنة. بعد كده الكتب او الريدنج، ايه هي، انت بتحدد مجموعة من الكتب، بتشوف هو مديلك كام خانة وبتحدد لنفسك مجموعة الكتب اللي انت هتقراها خلال السنة وبتدي ريت لكل كتاب بتقراه. دي الكالندر بقى بتاعة السنة بتاعتك، بتكون موجودة زي ما انت شايف بشكل لطيف. الجول اوف ذا يير، ايه الاهداف اللي انت عايز تحققها خلال السنة، هتركز على ايه، ايه الاكشن ستيبس، ايه الخطوات اللي انت هتاخدها خلال السنة عشان تحقق هذه الاهداف، وفي الاخر النتيجة انت حققت كام في المية من الاهداف اللي انت حددتها. هتلاقي الجزء اللي بعد كده الابكومينج ايفنتس، ايه الايفنتس اللي انت هتحضرها خلال السنة في كل شهر، هبتدي تحدد تاريخ الايفنت وايه هو الايفنت. الترافل ليست، لو انت من الناس اللي بتحب السفر هتبتدي تحدد والله انا في السنة دي انا عايز اسافر في الاماكن الفلانية، وهتبدأ تحدد ايه الاماكن اللي انت عايز تسافر فيه. ايه الحاجات اللي بتخليك سعيد او اللي خلتك سعيد خلال السنة، بتبتدي برضو تحددها، ايه things that make me happy. time to relax، انت اوقات الفراغ بتاعتك اللي بتسترخي فيها بتحب تقضيها في ايه، افلام، بتطبخ، بتحب تقضيها على الموبايل، تحب تسمع مزيكا، وسايب لك برضو حاجات فاضية خالص انت اللي تملاها. ودي مجموعة من الاقتراحات عن الافلام.
بعد كده بيبدأ يطلع لك خطة لفقدان الوزن. لو انت وزنك زايد شوية وعايز تخس فبيدي لك خطة وبيدي لك تايم لاين، انا خلال السنة دي انا عايز افقد كام كيلو كذا، وبتبتدي تحط الخطة السنوية بتاعتك. بعض التمارين الرياضية الورك اوت تشالنج، وبيبتدي يديك خطة ان انت تبدأ من اقل مجهود للتمارين الرياضية وبتزيد. يعني هنا مثلا ده تمرين البطن، ممكن نقرب كده شوية. بص ده تمرين البطن، بيقولك انت هتبدأ هنا من 8 عدات، بعد كده 10 عدات، 12 عدة، 15، 18، لغاية ما توصل ل 34 عدة. هنيجي هنا للتمرين اللي بعده، وبعدين هنيجي هنا ده تمرين تاني، والتمرين التالت، وهكذا. وبعد كده تحت هنا بيديلك الفود كالوريز، تمام، الكالوريز بتاعة الاكل. ده بالنسبة للناس اللي عايزة تعمل فقدان في الوزن. ده المود تراكر. من المعروف ان الناس اللي بيكونوا متضايقين او حالتهم النفسية مش كويسة، لو اخدوا رسمة زي دي وقعد يلونها بتمعن هتخرجوا خالص برا الحالة اللي هو عليه. الباكت ده بقى Every great dream begin with a dreamer. هنا بتحدد مجموعة من ايه؟ 10 حاجات انت عايز تنجزها قبل نهاية السنة، الباكت ليست. الهابت تراكر 10 عادات مش حلوة هو مديها لك انت عايز تبطلها، فتبتدي كل شهر تاخد عادة منهم وتحاول تبطلها. زي ايه مثلا؟ ان انت تشرب 8 كوبايات مية في اليوم، وبيديلك هنا 30 يوم وتحاول ان انت تاخد العادة دي وتطبقها. العادة التانية no junk food، مفيش فاست فود هتاكله من برة، مش هتاكل في الشارع. نو صودا، هتبطل البيبسي والسيفن اب والكوكاكولا والحاجات دي كلها. فهو مديلك هنا نماذج لعشر عادات انت المفروض تبطلهم، وكل شهر بتاخد عادة تشتغل عليها، والشهر اللي بعده بتمشي بالعادة اللي انت اخدت عليها وبتستمر. مديلك حاجة اسمها year in pixel، انت كل يوم بيعدي عليك في ال 12 شهر حضرتك بتلونه بلون بحسب ايه؟ الالوان اللي محطوطة لك في الجنب. هل انت اليوم ده كنت excited، loved، stress، عندك ضغط في الشغل مثلا، happy، كنت سعيد، sad، كنت حزين، normal، كان يوم عادي. وفي اخر السنة من خطة الالوان او رسمة الالوان اللي انت عملتها تقدر تشوف السنة دي معظمها، هل كانت ايام سعيدة، هل كانت ايام تعيسة، هل كان فيها ستريس. فبتعمل زي ايه؟ مونيتور لحياتك خلال سنة 2020. ودي برضو color page بديها لك عشان تلونها لو انت بتحب الالوان. عندنا بعد كده اول كل شهر هتلاقي الكالندر، والصفحة دي مهمة جدا. ليه؟ لان انت هتبتدي تحدد هنا this month goal، هتحدد ايه اهداف الشهر. مديلك 6 اهداف انت عايز تحققهم خلال الشهر. الشوبينج ليست، انت عايز تشتري ايه، ودي البادجت بتاعك، خطة ان انت هتدخر، هتحاول تحوش بعض الفلوس. انت البادجت بتاعك الانكم قد ايه، بصريفك قد ايه، قدرت تحوش الشهر ده قد ايه. بعد كده هتلاقي بقى كل شهر كل يوم ليه صفحة مستقلة بتكتب فيها كل اللي انت عايزه. بدي لك 365 صفحة ب 365 يوم، الديلي اجندة بتاعة مفكرة. طبعا هي فعالة جدا، ممتازة، وهي من افضل الاجندات اللي اتعملت لسنة 2020. طب بيجي مع الاجندة دي ايه؟ بيجي مع الاجندة مجموعة من الستيكرز، حقيقة مجموعة مميزة قوي وانا عجبتني جدا. الستيكرز دي بنستخدمها في الصفحات اليومية للايه؟ للاجندة، زي ما احنا شايفين اهو، ده مجموعة، دي مجموعة بقى لطيفة جدا، يس جول، بتلاقي عليها سام تكست. دي مجموعة ستيكرز تانية برضو بتستخدمها، سوري، ستيكرز تانية هتستخدمها برضو مع الايه؟ الديلي اجندة، بتحطها في الاماكن اللي انت عايز تحطها فيها، تبقى حاجة لطيفة جدا.
be happy زي ما انت عايز. بيديلك مجموعة كويسة قوي من الستيكرز، وكمان من الحاجات اللطيفة قوي بيديك بوك مارك بتستخدمه كفاصل عند الصفحة اللي انت وقفت عندها في الايه في الاجندة بتاعتك. كمان بيديلك اتنين كوستر، الاتنين كوستر دول بتحطهم على المكتب وبتحط عليهم الايه الكوباية الشاي بتاعتك وكوباية المية، عشان شكل لطيف قوي ان الاجندة اللي انت حطتها على المكتب بتكون نفس شكل الكوستر. بالاضافة ان هو بيديلك حاجة لطيفة قوي وخامة كويسة، مقلمة للإقلام بتاعتك سوستة، تمام، مفكرة، نفس برضو الديزاين بتاع الايه الاجندة. من الحاجات المهمة قوي بقى تودو ليست. التودو ليست في الحقيقة حلوة قوي اللي هم عاملينها، بيديلك في اليوم ان انت تعمل ايه النهاردة، بس هم قسمها الفوكس، مديك تلات حاجات دول اللي هتركز عليهم النهاردة، مديلك مجموعة من الاكشنز اللي انت هتعملهم برضو في نفس اليوم. مجرد ما انت بتحقق الاكشن بتعلم صح في المربع بتاعك، ونفس الديزاين برضو بتاع الاجندة. جايب لك كارت اهداء 2020 لو انت عايز تبعت لحد كارت تمام مع هدية، فمدي لك الكارت ده. من الحاجات اللطيفة قوي اللي عاملها تمام بلانر تعلقه على الحيطة زي ما احنا شايفين اهو، يير بلانر 2020 بالسنة كلها تعلقه على الحيطة وتبتدي تحط عليه حاجات، عشان لو انت بتنسى في يوم ودي حاجة تعلقها على الحيطة تصحى اول حاجة هتبص عليها، تعلقها جوه مكتبة عندك فوق مكتبة زي ما انت عايز. حاول نبينها على قد ما نقدر. بالإضافة إن بيديلك كفر كمان، كفر هدايا عشان تستخدمه مع الكارت اللي انت هتلف بيه الهدية اللي هتقدمها لصديقك أو صديقتك بنفس الديزاين، فانت هتلف الهدية بكفر وهتقدم لهم الكارت بنفس الشكل، فهتكون حاجة لطيفة قوي. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل. وبكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة، نلقاكم على خير. كنتم مع محمد صبري من Way to E Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.